أشاد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة بنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال فعاليات المنتدى، وأكد في لقاء مع التلفزيون المصري أن المحاكاة اتسمت بالإعداد الجيد وقوة أداء المشاركين وممثلي الدول الأعضاء في المجلس. نموذج المحاكاة كان أمر رائع بالمعنى الصحيح، يعني أنا شعرت وإن أنا داخل الأمم المتحدة في جنيف وداخل مجلس حقوق الإنسان. الإعداد كان إعداد جيد جدا، تمثيل مشرف من 111 دولة، شارك في الأعمال 47 بيمثلوا 47 دولة اللي هم الأعضاء الحاليين في مجلس حقوق الإنسان. الممثلين للدول الأعضاء كانوا مدركين تماما لطبيعة القضايا اللي بتنظر أمام المجلس، كل واحد مثل دولته كما ينبغي من وجهة نظر الدولة، وده اللي بيبين كمان الاختلافات بين الدول اللي نظرتها لمنظومة حقوق الإنسان وأولوياتها عندهم. التمثيل اللي كان من الأمم المتحدة سواء للمفوض السامي أو مساعد المفوض السامي كان على درجة عالية من الخبرة والكفاءة وفهم لمنظومة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص. الحوارات اللي تمت كلها بتنم على أن كان في إعداد جيد،